بما انك بتتكلم عن الشعب المصري، اكتر حاجه بتلفت نظرك فينا ايه؟ وبتاكل اكل مصري ولا لا لما تيجي هنا؟ شوفي انا اكلي خضره كتير، يعني متجه للاكل اللبناني اكتر اذا بدك، يعني مش بالضروره صحي، بس بحب انا ابن جبل لاني انا كل شيء زيتون وزعتر وروكا وخضره وبندوره وطماطم، يعني هذا اكلي. انا بحب كتير الاكل الجبلي، بعيد شوي عن الاكل المحشي وهيك، بس طيب كتير يعني حلو. اكلت ملوخيه وحمام ولا لسه؟ طبعا بموت فيهم. انا كل اصحابي بمصر اول ما اروح اول حاجه بيعملوها الملوخيه والحمام، يعني بحبهم بس مش على ديلي بيسز. يعني ابراهيم، انت عملت يمكن اكتر من 11 البوم ما شاء الله، ويمكن اكتر من 200 سنجل، وبتصور فيديو كليب لحد دلوقتي، ولو ان مش كل الناس لسه بتصور فيديو كليب، انت اخر حاجه مصورها حلوين. شايف ازاي السوق الموسيقي دلوقتي بيستقبل الالبومات والسنجل والفيديو كليب؟ عايز اشوف. انا بعمل اللي بريحني وبعمل المقتنع فيه. لو دايما كل واحد فينا عايز يشوف بيحصل ايه برا وعايز يلحقه، الناس هتتدمر. لابد من الاشياء الثابته اللي عنا اياها، اللي ما بنتخلى عنها ابدا، واللي مقتنعين بيها انه في ناس جمهورة وفي لها ومستمر معها، نحن بنعمله. بس نلحق ايه الترند؟ ما مش معايا دي. بس انت عملت حاجات كانت ترند لسنين كتير جدا، خلقتها بس ما لحقتهاش. عملت ترند في الفيديو كليب، الفيديو كليب بقلبي مال كان أول فيديو كليب جريء لرجل شرقي في الوطن العربي. كان إذا فاكرة قلبي مال، كان في شاور أوتسايد أوتدورز، تواز توبلس، شعر مفركش، ما كانش دارج إنه الفنان ما يطلعش مترتب يعني، ودقني طالعة. فكان أول حالة بتحصل، فحصل عليه مشاكل كتير أصلاً واتمنع أسبوعين وبعدين رجعوا. بحب الفيديو كليب، بحسه قصة مصغرة عن الأغنية.